لكي تكون المبادرة من المبادرة نشوف لها حاضنة لكل من له رأي يقدمه للبلد ناصحا أمينا. من ضمن المجالات اللي احنا مهتمين بها واحد الفئات اللي كنعتبرها مهمة في المجتمع ومنها الطبقة المتوسطة اللي كنعتبروا أنها ضامنة لتماسك المجتمع، لأن المجتمع بناؤه على شكل هرمي، كاين القمة وكاين القاعدة وكاين الطبقة المتوسطة. هذه الطبقة اللي هي قد تصل إلى نصف المجتمع اللي فيها الإداريين الموظفين، اللي فيها جميع المؤسسات، اللي فيها طبعا رجال التعليم، فيها الصحة رجال ونساء التعليم، الصحة، اللي فيها يعني يشتغلون في المؤسسات والأجهزة، اللي هما طبعا فلاحين، الصناعة التقليدية، اللي في الصناعة مهني البروفيسيون ليبرال، اللي من محامين وأطباء. ولذلك أردنا أن نهتم بها نظرا لما يروج الآن من حديث ولما يقع من تحولات في المجتمع مثل التضخم والغلاء. هناك حديث عن مستقبل الطبقة المتوسطة في العالم كله وبالخصوص في المغرب. طبعا كانت برامج، كانت مقترحات، كانت مقاربات، كانت دراسات قامت بها مؤسسات. نريد أن نساهم برأينا يعني مثل جميع الذين يشتغلون في المجتمع. لكن هذه فرصة أيضا أن أقول من خلالكم للرأي العام أن المبادرة الوطن أولا ودائما مفتوحة للجميع، لمن يريد أن ينخرط شريطة التوفر على مواصفات وعلى رأسها طبعا الإيمان بالثوابت الوطنية، طبعا النزاهة والفاعلية في المجتمع، وهي مهتمة بأن تؤطر المجتمع ذاك دور أساسي وخاصة الشباب والنساء وفئات أخرى. طبعا أحد الأدوار ديالها هو الترافع على المغرب الحضاري والثقافة المغربية والقضايا الوطنية الكبرى كالقضية الوحدة الوطنية، تأطير المجتمع وتقوية مناعة المجتمع وتقوية مكانة الأسرة والهوية الوطنية، ثم أيضا المساهمة في المسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة حفظه الله. فإذا هذه هي المبادرة وهذه أدوار ديالها. واليوم إن شاء الله مع هذه النخبة، لأن احنا العمل ديالنا ماشي عمل يعني عمل نخبوي إن صح التعبير، لكن يصل صداه إلى كافة يعني مكونات المجتمع وأصحاب القرار. ونتمنى إن شاء الله إذا كانت لنا آراء صائبة أن يؤخذ بها، وإن لم تكن نتمنى أن نسمع للآراء المخالفة. الطبقة المتوسطة ستسمع تعريفا عنها. الطبقة المتوسطة هناك عدة تعاريف، لكن خلينا نقول اللي هي الدخل ديالها. هناك من يتحدث على أن الدخل يتراوح أقل شيء هو ما بين كاين اللي كيوصل حتى 4000 درهم و5000 درهم في المغرب كنتكلم، وتصل أحيانا إلى كاين الطبقة المتوسطة الدنيا والطبقة المتوسطة العليا، هذا هو اللي كتصل أحيانا إلى 25000 درهم. لكن دعني أقول الطبقة المتوسطة التي ليست هي الطبقة التي ليست فقيرة إن صح التعبير، ولكن ليست أغنية، ولذلك لذلك مكانتها مهمة في المجتمع ودورها مهم في المجتمع. لا ننسى أن عند الدور في الحكامة وفي الإدارة، لأنهم ملكين في الإدارة، لا ننسى أن عند الدور في تأطير المجتمع، موجودين في النقابات، موجودين في الأحزاب السياسية، موجودين في المجتمع المدني، موجودين في مواقع متقدمة. ولذلك الاهتمام بها ضروري. هذا لا يعني أننا لا نهتم بالعمال وبالضعفاء. لذلك احنا أسسنا هذه المبادرة باش نعطيو أفكارنا ونأطروا في المجتمع، وغتكون عندنا مراكز تتوجه إلى حامل المشاريع خاصة من الفقراء وخاصة من الخريجين الذين لم يجدوا عمل. بغينا نأطرهم باش يمكن لهم يستفادوا من برامج الدولة وبرامج أخرى، باش يمكن لهم إن شاء الله أن يمكن لهم وأن تكون لهم مكانة الكرامة في المجتمع المغربي. المغرب طبعا الدولة يعني القطاع الخاص والعام أو الاهتمام كبير للطبقة العليا، الطبقة يعني الثرية، فيما يخص يعني مساهمة ومساعدة في الاستثمارات وما إلى ذلك، أو لا أهمية للطبقة الهشة يعني برامج ديال الدعم المباشر، برامج ديال السكن، ولكن الطبقة الوسطى تم نسيانها إلى حد ما. الهدف ديال المندوب ديالنا اليوم هو كيفاش أننا نساعدوا الطبقة تطور، نعاونوها الإكراهات اللي تتواجهها فيما يخص التضخم، فيما يخص تكلفة التعليم، تكلفة الصحة. واستضفنا لهذا الغرض مجموعة من الأساتذة متخصصين في المجال، ونتمنى إن شاء الله أن نخرج بمخرجات يعني عملية وفعالة إن شاء الله.